اليوم أوسمة لهم بالفخر قد كتبت على الأجساد. يا أيها التاريخ سجل قولهم طابت جراحة لأجل بلادي، طابت جراحة لأجل بلادي. هذا الفارس كلما سمع مناديا ينادي للدفاع عن اليمن حثر عليه في جبهات الدفاع عنه من جبل صرواح وحتى صحاري ميدي ليكتب معان شافية من الفداء والتضحية. كان يتوسد ربيع عمره وأكثر يعود بذاكرته الثلاثينية يافعا يكتر أفراحه وقد أشعل منارة الفجر في قريته الصغيرة هناك في جبل مراد، إذ بقي يحمل حقيبة الزمن ويكبل الدقائق ليسافر معا في ذاكرة النضال دفاعا عن الوطن. عبد الله أحمد عبد الله البسيس واحد من أبطال الجيش الوطني من جبل مراد ينحدر هذا الفارس من مأرب المقاومة والثورة والجمهورية والشموخ. افتتح بواكير عمره رياضيا في ماراثون العدو، حصل على المركز الأول في محافظة مأرب والخامس على مستوى الجمهورية. كان يتطلع لأن يكون بطلا في سباق العدو عربيا، دونت الصحافة عنه وكتبت عن شغف هذا الفارس رياضيا. التحق بكلية الآثار والسياحة لتكون مأرب وتاريخها وآثارها ضمن اهتماماته، حتى أشعلت الميليشيات حربها على الهوية والتاريخ والإنسان اليمني. لنرى هذا الفارس ضمن كوكبة من المدافعين عن مأرب واليمن قاطبة. عمل قائدا للعمليات الأمنية في اللواء 13 في المشجح وهيلان ضمن المنطقة العسكرية 3. التحقنا ببداية المقاومة أيوة. في عندما قالوا أنهم آتين من قانية انطلقنا قانية، كنت من أول الفجعات إلى قانية، من أول الفجعات إلى وقد دخلوا من سوق قانية جاي، يعني قد كانوا يعني إيش أقول يعني بعيد من قانية، قد دخلوا مسافة بعيد لأنهم أتوا في مع الفجر. ولكن الحمد لله أن أبناء قبيلة مراد يعني كاف بكافتهم، ما شفنا فيهم الحزبية طابع الحزبية أنها غلبت عليهم، مؤتمريهم وصلاحيهم واشتراكيهم ويعني العادات والتقاليد والحمية والغيرة خلتهم أنهم ينكفوا بشكل يعني بالله أني شفت ناس كانوا ضباط في الأمن القومي، وشفت ناس في الحرس الجمهوري ضباط، وشفت يعني في نفس النكف ونفس الحمية في نفس اليوم هذاك. وفرض ان احنا كانت معي، اتذكر ذاك اليوم كان معي بندق جرمل، ها بس يعني اصبحت افضل من الآلي، ها بشكل غير طبيعي. كنا نقاتل بها اغلبيتنا كان معهم جرامل، ها اغلبيه القبيله يعني كانت يعني يقول دعم محدود مع دعم شخصي، كل واحد معه دعمه الشخصي، ما بش حاجات قوية معهم. كان الحوثي في وقتها معه بي ام بي ودبابات. والحمد لله يعني كان فيه قايد أعادلنا الثقة بأنفسنا. لو في معك قايد أسد وفيه قفاه 100 يعني شخصية ضعيفة، هذا الشخصيات الضعيفة بترجع أسود كلها. كان عبد الرب الشدادي الله يرحمه ذاك اليوم كان يتجه من العبدية إلى قانية، من العبدية إلى قانية، وقالوا الحوثي بيتجه من ما أقدر أدخل من قانية، قالوا الحوثي بيدخل من بلاد الأشراف من حريب، قلت هو هناك. والحمد لله بدأت يعني الناس تجي من كل مكان، والحوثي بدأ يعني ذاك السعي
يخشى المفاوضات مع القبيلة، مع قبيلة مخات، كان يخشى المفاوضات إلى الشيخ غالب الأجدع ولا مدري من وإذا المشايخ ولا الشيخ مفرح بعبه على أساس يفتحوا لها الطريق إن الدخول لا محل، بس يعني بدل القتل والداء إنهم يفتحوا لها الخط. قالوا لها أنت من قوتك وإحنا من قوتنا، ما بش دخول. بعد ذلك الحمد لله أذكر عندما دخلنا الجفينة، أنا من دي دخلوا لا مار بالقديم، ومن مار بالقديم دخلنا رجل مع بيت حسين بن ناصر الشريف، ومن هناك والله أذكر نفسي رجل من مصنع عذبان إلى مار بالقديم إلى آخر مكان لهم في بيت نكع، كانوا حاصرناهم عند بيت العوش عند بيت نكع، ولا عدد دو خطوة من هناك في الليل. لقينا مخازن الأسلحة، لقينا مخازن القذائف حقهم، وبلغنا الشدادي بها، قال خلاص هذا تمويل الجبهة. أذكر عندما بعدين وصلنا ما بعد كوفل كنا باستطاعتنا نشيل السرواح في ذاك اليوم، ولكن كان في استراحة مقاتل، كانوا المحاربين كانوا في حالة إنهاك، ها للأولين هم اللي كانوا يمشوا. فوصلت التعزيزات واصلها من المارب، بفرض أنها كانت الجرحى والإصابات قليلة بشكل غير طبيعي، انسحبوا الحوض انسحاب غير طبيعي، لأنه ما خلى لهم الشدادي. كنا عندما نشوفه هو في المقدمة قال ولا نخلي لهم نفس، وكانت خطته تمام. بعدين نقلوني المشيح، أنا جلست هناك 6 أشهر في تبة القعود، بعدين نقلوني المشيح ومسكت قائد موقع طارق 10، القلب يعني مقدمة الحوثيين، كان بيني وبينهم رجمة خذاف، والله العظيم أنها رجمة خذاف وأقل، أقل من الخذاف. كانت الميمنة والميسرة حق المشيح خلفي، ها وهن مغطيات علي مرتفعات إذا شيء حدث علينا، بس كنا في مكان مقدمة بشكل غير طبيعي، اللي إذا قدمنا الحوثة لقموا للصلاة المكان هذا من هنا عشان لا نقدم عليهم. إحنا ما لقمنا ولا سينا أي لغم، ما استخدمنا هذا الطريق، لدى عندنا طموح إن إحنا نتقدم، ماش طموح إن إحنا نسكن في أماكننا مثلهم. كانت الإصابة الأول أهلي عندما استدعونا قالوا بايقع هجوم في المشجح، كان نائب قائد الجبهة ذاك اليوم مع رئيس عمليات اللواء 13 قائد جبهة المشجح ويلان محمد أحمد الحليسي ونائبه القردعي الله يرحمه، فقالوا بايقع هجوم، وقائد المنطقة كان أحمد حسان جبران، قالوا بايقع هجوم ونبا من كل وحدة كذا كذا من كل موقع، قلنا على طول لأنكم عرف بها توكلنا على الله. كان القحمي الله يرحمه وسكن الجنة قتلوه الكلاب عندما كان أسير في أبين، كان قائد كتيبة صقر واحد، وأخذنا يعني ناس قليل، إحنا توزعنا على منطقة جبل، الجبل هذا لا زال لحد الآن مع الحوثة، وجبل ثاني اسمه جبل اسمه الحمراء والمزنقبة، قلنا إذا شليناها ما بعدها إلا نحنا نقطع حق هيلان ونقطع دعم الأشقري ويلا بعدها سرواح. طلعنا الجبل ذاك اليوم، أنا كنت قاعد المجاميع حق المجموعتين دي بطلع، كنت مندفع اندفاع غير طبيعي، ما أنا داري ليش هذاك الاندفاع، اندفاع قد الشدادي الله رحمه قد استشهد زمان، بس كان اندفاع فيني غير طبيعي. كلموني ايوه حماس، والله كأنها تشيلني رياح، والله لا أدري، وأنا في نفس الوقت أقول لا أريد أن أتقدم، نشتي نشوف كيف الوضع يقع، يعني نشتي ناس عن خطة سواء محكمة، بفرض أني متأكد أن الخطة ليست محكمة في نفس الوقت اللي هجمنا فيه، بس قلت نشتي خطة سواء محكمة وبعدين نهجم. بس عندما اتفقنا على أن التحالف لا يعلم بالهجمة، وعلى أن المدفعية حقنا اللي في المنطقة لا تقوم بأي مشاركة، ها تسلل نشتي هجوم مباغت على العدو، ها فقلنا هذا تمام. كان ذاك اليوم أشد البرد بأشده،
وفي قمر يعني نشوف الواحد مثل الشمس والله. المجموعتين كانت مجموعة من يعني ذا الصقر واحد ومجموعة من الوا 13 قليلة 20 شخص بس، وعشرين شخص كانوا معانا مش جاهزين عند سقوط هذه يطلعوا التبة الثانية مع القحمي. فوصلنا يعني قد احنا جنب المتارس، كنت القنابل قد هي جاهزة في يدي، المتارس الحوثيين راس الجبل، والجبل هذا مراحل طلعته. و يعني مواقف غريبة والله. فأحد من أحد الزملاء الشهداء الله يرحمه استشهد في عبوة ناسفة فوق الإسعاف. يعني أنا أقول لهم بصمت ما يدخلوا من الحوثة إلا قد إحنا في المتارس حقهم. فجأة أقول فوق الحوثة يا جماعة، وقد إحنا جنبها ما عاد شي داعي الكلام. قال فوقهم يشتي خلاص يعني إن الحوثة، لأنه يهمس لي يقول لي ما بش حوثة في الجبل، هو بحوثة موجودين بس كان البرد، شدة البرد مخليهم متعطفين في البطانيات ما عاد، ومش متأكدين أحد بيهجم عليهم في ذاك القمر. قال فوقهم استيقظوا الحوثة من أماكنهم بدأوا يضربوا. أنا على طول ما سمعت عندما قال فوقهم ما بدأت الضرب، لكن قد فتحت الفتيل ذاك الساعة أدونا بالمعدلات بشكل غير طبيعي. احنا ما بش معنا حتى المترس نختبي فيه، لان مكان راس الجبل هكذا مفتوح. نشتي مسافة 30 متر على اساس نعود نخذ متارس. كان في واحد معنا من اصحابنا من مراد الله يرحمه، ولد شباب عنده عقيدة قوية، الولد مندفع نفس الدفاع اللي كان يقول خلاص، كان يقول صنعاء بعدها صنعاء، نقول صنعاء ان شاء الله صنعاء. على طول اتوقع اقول لك شفت الطلقه الحين دخلت فيه من هنا وخرجت من هنا. زميلك اي والله شوف الولد شباب يعني رجال الله يرحمه. فانا رجمت بالقنبله على طول على المترس اللي من هنا المعدل، ما عاد سمعنا اي طلقه. بس في نفس الوقت اصطبت شظايا بسيطه. الولد هذا يلا مكانكم اثبتوا مكانكم، ثبتوا ابطال كلهم ثبتوا مكانهم وقاتلوا، يعني قتال من الساعه 12 بالليل الى الساعه 4 فجر. نزلوا الولد المصاب، بعدين على طول قلت لهم خلاص بنهجم بالتوي عليهم. التف سينا التفاف من جهتين، اصطبت الاصابه الحقيقيه ذاك الساعه هنا اصابه، يعني وقعت طلقه حق المعدل هنا، رجعت فيني هنا. بعدين حسيت ان جسمي خلاص في هكذا، هم شافوني بعدين قالوا يلا نزلناك قبل في قدامك ومدري ايش، نزلوني. بس جت تعزيز العشرين شخص شلوا الجبل المزنقبه. ايوه نعم، طلع القحمي، طلع الشهيد القحمي الله يرحمه بالعشرين الشخص اللي معه واحتلوا الجبل على طول. شلوا اسرى، شلوا لقوا المقاتل حق الحوثي، لقوا حتى المقاتل دي رجمناهم. المهم خلاص الحمد لله انتصرنا في هذاك المعركة. سنوات وهو يقلب أوجاعه وجراحه ويطعمها قيم الحرية وأشواق الوطن ويدرسها لأطفاله روحا مسكونة بالأمل وقدوة في التضحية، يواجه بها أقبية الظلام التي أرادتها ميليشيات الحوثي ويكابد منافي الألم ليعانق الوطن مبتسما. الأخ عبد الله من كثر يعني جلسته في الجبهات أصبحوا أولاده وزوجته، وأصبحنا يعني متعودين يعني عادي حتى أيام الأعياد متعودين يعني غيابه من المنزل، لأنه كان دائما أكثر أوقاته يعني 85% من أوقاته كان في الجبهات. جموع ألفت صوته وتكبيراته وألف حضوره الأصدقاء ورائحة خبز اقتسمها معهم في منتصف الدرب باتجاه تحرير اليمن كفارس لا يتعب، مسيرة نضال ينحتها بصرير عظامه تستحق الوقوف
كان يرمم كل الثغرات بقلبه بدمه بجراحه، يصعد الجبال والتباب ويصلي عليها صلاة الشهادة في محراب الوطن لينجو من الموت في أكثر من معركة، ويصاب بجراح في معارك أخرى، لذا كان قدوة لمقاتليه. والله كانت المشاركة مع الفندم عبد الله قوة القوة، يعني صراحة احنا ذهبنا معه إلى المشي حهيلان لما كان قايد الموقع هنا، وكان يحثنا على الصبر والمواظبة والثبوت في مواقعنا، لأن نحن أمل للملايين اللي متواجدين في محافظة مأرب، وكان يحثنا على مراقبة حركة العدو ومراقبته بكثافة، ويروينا الأماكن التي ممكن أن يتسلل منها العدو، لأن احنا يعني هو عنده خبرة أكثر منا في الجبهات، وكنا يعني دائما يحثنا على الصبر والمواظبة، وكان يواظب بصراحة أكثر منا بالرغم أن احنا شباب وهو عنده عائلة وذا، بس كان مواظبته أكثر منا، وكنا يعني الحمد لله مواظبين وقايمين معاملنا على أكمل وجه. والله أثناء إصابته أنا كنت يعني مش متواجد بالموقع ذاك اليوم، بس أجانا خبره وكنت هنا في السوق، وأجانا خبره بإصابته واتجهنا إليهم، ويعني كانت صدمة كبيرة خبر إصابته. اتجهنا وكنا نقول عندما شفت إصابته كنت أقول سبحان الله كيف تحمل وصبر، وعندما أخبروني بأنها تحمل من الساعة الثانية إلى الساعة السادسة صباحا، نحمد الله على كل حال. إن الجراح اليوم أوصي بالفخر قد كتبت على الأجساد أجل بلادي، الجراح كل أجل بلادي. أصابه لي أوله في ميدي، إحنا أول في ميدي أول ناس دخلنا من عند الشدادي، عندما وصلنا هنا أغسل مننا 30-40 أغسل مننا 40. أول من دخلنا الجوازات السعودية كان الحوثة داخلها، وأول من دخلنا الأمن المركزي كان في ميدي، أول من دخلنا الأمن المركزي، وأول من دخلنا الجمارك اليمنية. شاركنا في التحرير، جلسنا هناك شهرين ونص، بعدين اصطبت هناك إصابة عندما هجمنا على المدينة دي خلف الأمن المركزي والجمارك اليمنية، عندما استشهد الشهيد القادري وبدأت نسحبهم وكذا، والحمد لله يعني حققنا انتصارات هناك. بعدين استدعانا الشدادين عود لهنا كامل اللي رحنا من هنا، ورجعنا معه هنا، لأن احنا جلسنا باسم اللواء 13 ما ضمونا أي لواء. الإصابة الثالثة؟ الإصابة الثالثة لا هي الأخير، هذا كنت قائد أمنيات جبهة هيلان والمسجح طارق عشرة هو وضنعش سائلة، فالحوثة كانوا يسووا عبوات ناسفة في الخط، ينزلوا يتسللوا يسووا عبوات ناسفة. استشهد قائد نائب قائد الجبهة هناك بأصحابه كامل قرد عي الله رحمه بسبب الألغام والمتفجرات، هذا هم عندما يسووا الألغام والمتفجرات يعني يقطعوا المدى ديافين ويهجموا، فجلسنا على أساس حمايتها، كانوا أفرادنا قليل مش واجدين، بس اليقظة كانت عندهم ما شاء الله قوية، سائلة طويلة في حوالي 2 كيلو ما نوقف. كان فيه قناص، قناص هذا في رأس هيلان في السنام، ما بين السنام والبيضة، جبل البيضة ما بين السنام والبيضة في الوسط في فجوة، هذا القناص يعني يضرب على زملائنا في هيلان صحابنا وعلى المسجح، استشهدوا منه ناس كثير حتى يعني بشكل غير طبيعي. قناص هذاك وصاحب عيار 50 جنبه، القناصة كانت عيار 50 على دربيل. قلنا لهم يا جماعة يضربوا بهاونات، هاونات ما بش فائدة، قلنا يا جماعة هذا يشتي ناس يطلعوا لا عنده، عملية تسلل لا عنده يقتلوه يمشوا. قالوا احنا ما بنضحي بحد، ها هذا المكان ما قد شليناه من بداية المعركة لحد الآن، ما حد الآن ما شليناه، لأنها استراتيجيات خطط عسكرية، قالوا هذا المكان لا ينفعنا إلا إذا شلنا أماكن ثانية، ولا لو نريده أخذناه. فكانوا مسوين قناصهم فيه، قلت أنا بأطلع له،
طلقت قاعدة الجبهة، قلت لها توكلت على الله أنا بطلع. استشهد واحد زميلنا من غيمة ضابط الله يرحمه، كان قاعد موقع يعني عبد الكريم، كان لواء 13 قديم من اللواء الله يرحمه. أنا بعدها قلت خلاص والله من أبطل الناس هذاك الشهيد الله يرحمه سكن الجنة، فقلت والله بطلع له، بس ما اشتي أبلغ أصحابي الأفراد دي معي أصحابي، ما اشتي أبلغهم على أساس لا يطلعوا كلهم أضحي بهم أكون سبب في تضحيتهم، لأن احنا عارفين أن المكان كلها الغام، وأنا اشتي أدخل من المكان إذا احنا كثير بايكتشف الأمر، اشتي أدخل مكان بأقل شيء. شليت معي واحد ما شاء الله عليه رجال، ولد صغير عاده شباب يجي عمره حول 20 سنه او 22 سنه، فمشيت انا وياه تسللنا معي دربين ليلي الساعه، بدأنا تسلل الساعه 7 بالليل، بلغت قاد جبهه هيلان معي الواغي، بلغت قاد الجبهه العامه الحليسي محمد علي الحليسي، مشو محمد احمد الحليسي، محمد احمد قدو قاعد لواء في كوفل، فبلغتهم قلت لهم انا بطلع، قالوا لي لا تطلع الصدق، كلموني قالوا لا تطلع شيء، هذا اكيد عنده احتياطات وعنده كل شيء، ها عندي احساس اني بانفذ المهمه. ليش الاندفاع؟ هذا الاندفاع عندما تكون العقيده موجوده هي لله. التفينا من خلفهم، والله اني ما صدقت ان هنصلهم، وصلنا عرفت ان هذا الشخص منين، هو من اي قبيله، بعدها على طول رجمتهم بقنبلة وبدأت الموقع ذي من فوق، والقنبلة الثانية وبعدين رصاص، قلنا نأكد ان الموقع هذا ما بش فيه ذا، بعدين الموقع اللي فوقنا اللي جنبهم بدأ يقبض على أصحابهم يمشط من هنا ومن هنا. أنا قلت لأصحاب لصاحبي اللي معي قلت خلاص بس يكفي بنرجع، هو كان يشتي يرجع من حيث أنا جيت أنا وياه حيث خططنا، بس الرصاص قد يجينا من نفس المكان، قلت بنلتقي بفزعتهم، نصدم فزعتهم ماشي بنقطع قطع على مواقعنا، ننزل الجبل هذا كله مسافة، والله مسافة جسنا ما وصلنا للساعة 2 بالليل، والله احنا مشينا الساعة 8 بالليل، وأنا من حذري وانتباهي لصاحبي وقعت انا فوق اللغم، انا انصحه اقول له لا تدعس في الاماكن الاماكن الخط الاماكن يعني ذي مستويه، الاماكن ذي كانها فيها متارس هم صلحوا فيها عبوات اماكن كذا، يعني فوقعت رجلي بين حجرين، الحجرين هذا يعني باستطاعه الواحد يحتجي فيها، ما كيف حسيت بنفسي في السماء ذاك الساعه 2 بالليل، والله وقع هكذا هكذا يعني وقعت، هذه رجلي كانت هنا هذا وهذا قدي هنا وهذا يدي هذا يدي شوف هذا قدي نهاية هذا العصب والكوع ما بلا صناعي هنا، ف يعني وقعت في نفس الوقت وانا بحسي ما فقدت وعي، نقست على طول اهتريت قلت ولدي علي يعني علي بن كثير هكذا اشتي انقز اشتي اقوم بسم الله اشتي اقوم، قمت على ركبي وانا ما بش رجيل معي على طول ذاك الساعه، قلت والاجهزه معي الاجهزه اللاسلكيه قلت لا يشلوها الحوثه، دعيت صاحبي قلت اسمع قال وش قال كيف انت يا ابن عبد الله كيف، قلت له امور تمام، وين مندقي؟ المندقيه هي ذا موجوده، قال هي ذا، قلت لا ادعس خلك مكانك احنا خلف الحجر ذا، الرصاص كان هكذا أصحابنا سمعوا الانفجارات القوية الأول بالقنابل ودروا أن احنا بس سمعوا الانفجار الثاني وعرفوا أنها لغم، يعني أصحابنا اللي في المواقع عرفوا على طول اللي في المشيح وهيلان قالوا لغم هذا لغم، ها لأنهم كلهم مركزين، لقيت صاحبي قلت اسمع قال وش، قلت الله يفتح عليك، أنا شفت رجلي هذا منتهية وهذا كذا وهذا، قلت الله يفتح عليك شل بندقي وشل وشل أجهزة الاتصالات أهم شيء عندي لا توقع في يداتهم، والله يفتح عليك دعس دعس من فوق حجارة كبيرة، هو يسمعني الآن الله يفتح عليه، يعني قال ما أخليك ولا أمشي خطوة، قلت له أمشي قال لا،
يعني قلت إذن هاكون جاهز. لا يبدو علينا ولا شيء. معي 3 ولاعات، أنا أشيل لهن معي واصل في السائلة للتمويه. قلت لها خلاص يعني، واصلت ذاك الساعة مع فكيت الأجهزة وإنهم كلهم تكلموا مع الدرجة من أتكلم. كيف كيف كيف؟ قلت لهم الموضوع 1 2 3، مش مصدقين ها؟ إن عاد أنا بخير قف هذاك اللغم كلهم، والله مش متوقعين. لأنها دواسة، أنا دعست ما دعست لغم، دعست دواسة، والدواسة على لغم دبابة هكذا يعني، ما لك بين ثنتين حجاج خلت أقول لك بشكل. أنا ما توقعت إني بعيش من ذاك، شظايا من ظهري من راسي هذا كلها نتفه. قلت لها البرد شدته خلى دمي قليل، شدة البرد أيوة، وربطني. قلت لهم الموضوع 2 3، الحين لا أحد يطلع منكم، الألغام العبوات مليان، بس اطلعوا باسمه بكاشف الغام، لا أطلع منكم بدون كاشف الغام. قالوا على طول الفزعات والناس والكذا والحوثيين احتدم الأمر عندهم، قربوا ما قدروا يطلعوا التبع حقهم، ما قدروا يطلعوها، اسمعوا صوتنا بالجهاز، أصواتنا بالجهاز، والله ما قدروا يطلعوا بدون أصحابهم، خايفين خايفين. طلعوا لي جيت للساعة 6 الصبح وأنا نزف دم في موقع الحوثيين عند القتلى حقهم، عاد واحد منهم عايش ذاك الساعة، تصدق والله عايش، اسمعه هو يقول يعني يتفطر عاده يعني يناغ ايوه. اكشع يعني جانا واحد من اصحابنا طلع، هو قلت لهم خذوا اماكنكم اذا طلعوا الحوثة قد بات قاتلوا، انا عندي قنبلة. قلت اقل ما الاسر ما مستحيل استأسر، قلت انا والله ما اسلم نفسي، لاني لو انا يعني قلت اذا سلمت نفسي ها مشوا النعار علي، الاسر وقع مشوا عار مشوا عيب، بس هكذا عندي غيرة على نفسي اني استدال اني استشهد ولا اسلم نفسي ها، هذا اللي في احساسي. والحمد لله يعني طلعوا لي الساعة 6 الصبح، طلعوا لي 35 شخص من اتجاه معي الواري من أبناء محافظة ريمة الله يفتح عليه، واحد رجال داهي وبطل قاعد جبهة هيلان، فنزلوني فوق حمالات، وصلت ولا بوعي للهيئة، بس يعني ما دريت من اللي جاني. بعدين كلموني قالوا أنا جيتك وأنا جيتك قبل يدخلوك، فظني مفتح عيوني بس ما علمت أنه اللي جاني. عدت الوطن والحمد لله، سينا عملية قبل 2 أسبوع، أبعدنا حديد من هذا من رجلي، وهناك يوم قعدت الاشتداد المعارك في هيلان الفترة الأخيرة هذه، أصحابنا تقدموا في هيلان الحمد لله يعني شلوا قاعدة الصواريخ حق الحوثة. هذا المكان يعني مكان شديد، استشهد فيها بالنور الله رحمه. نعم ايوه يعني ايوه عبد الحافظ، عبد الحافظ ابو النور. فكنت انا هناك في يوم الاستشهاد حقه، يعني هو قد شل الموقع ذا، قد احتله وانسحبوا منه اصحابه، هو في المجمع ولا ما كان انسحبوا منه، وبعدين رجع احتله من جديد فاستشهد، وبطوله هذاك الشخص الله يرحمه وسكنه الجنه ناس كثير ابطال. كنت اشتي امشي وكلمت العيال قلت لهم جهزوا بنمشي، يعني والله قلت انا. بعدين كلموني ناس من اصحابي اللي تواصل معهم عبر التواصل الاجتماعي، قالوا انت يعني خلك بعقلك خلك تصح، احنا بنكفي، ما انت ذيبات من مارب ولا انت ذيبات، احنا بنكفي وقد به رجال، فلا صحيت ما عاد عليك. قلنا يلا تمام، والله والله قلت اكيد اقل شيء ابدي اشوفهم، أقل شيء أشوف المعركة أشوف جوها. قلت ما أرتاح إلا شميت ريح الباروت، أشهد الله الحمد لله الحمد لله. هذا الجماعة جماعة ضالة، لا يمكن نحن نقبلهم في اليمن،
لا يمكن نحن نقبلهم يحكموا اليمن، يحكموا اليمن، أما أنهم يبقوا في اليمن هي عقول، هي عقول مبرمجة، أما أنهم يعودوا إلى رشدهم ويرضخوا للحوار والسلام، والحوار والسلام، ونقع يمنيين ويتركوا السيد هذا، ما احنا شي عبيد عند أبوه، ويتركوا المشروع الإيراني، ويتركوا المشروع الإيراني، هذا السيد هم استخدموه كعبيد، ها؟ لا وجود. والله إن احنا اليمنيين تحولت حياتهم من حين بدأت هذه الجماعة المجوسية، إنها بدأت حياة اليمنيين تحول إلى حروب ونكد ودمار، ما قد شفنا يعني جماعة، هذا جماعة ضالة دمرت، هجرت المواطنين من بيوتهم، ها، وأفسدوا في الأرض، أفسدوا في الأرض، دمروا المساجد بيوت الله، فيهم إن فيها دكاترة يا أخي تلقاهم يطلعوا في التلفزيونات ويتكلموا مع الحوثي، والله دكاترة كانوا في جامعة صنعاء، لكن الجماعة عندما ما يعرفون هذا الدكتور ما يشوفوا اللقب حقه، ولو يشوفوا اللقب حقه وتأكدوا من اللقب على طول بقى يلقوها من السلالة. كيف تنظر إلى المستقبل مع المعارك الأخيرة التي تدور مع تفاؤل كبير، أنا ارتحت بسقوطهم والله، والله العظيم، لأنها تجمدت، والله العظيم حزنت حزن شديد، حزنت للأمانة حزن شديد للشهداء والجرحى، حزنت حزن شديد، ولكن الله سبحانه وتعالى في كل خير في كل شر خير، وعسى أن تكرهوا شيئا شرا وهو خير لكم. اللحمة والوحدة والأخاء ما شفتها إلا من حين سقطت دهن، بدأت الوحدة بيننا، بدأت المخوة بيننا، بدأنا نعود يعني إلى يعني أنفسنا، والخلل الذي بين قياداتنا بينها البين، يعني الهزيمة الحوثي بسيطة، ولكن التفرق الذي بيننا هو الذي خلى أن الجبهات تبكث في مكانها. أحدثت هذه حرائق بالنسبة للقوات الجيش، أحدثت نعم تلاحم كبير مع القبائل ومع أيوة نعم، أعادتنا إلى بدايتها، أعادتنا إلى بداية القوة، بداية الحماس وبداية العزيمة، جددت العزيمة. ونقول كلمة بسيطة يعني للمساكين والضعفاء الذين يعني خافوا أو افتجعوا من الحوثي، إن الحوثي بيدخل المارب، نقول لهم لا تخافوا، هذا الضعفاء نسميهم المساكين المرجفين الجبناء، ونقول للحوثيين ما عاد احنا شيء. اليوم الناس عرفوا الحوثي أكثر، ها، اليوم الناس ضحوا أعطوا شهداء أكثر، ودماء أبنائهم مستحيل إنها إنك تدعس عليها، وإنهم تراجعوا عنها، والله ما تدعس عليها يعني لا الحوثي ولا إيران، والله إن إحنا نعرف أهدافهم، أهدافهم ليست مارب وليست اليمن، والله إن أهدافهم إنها مكة وإنها المدينة المنورة، هذا الشلة المجوسية الذي تريد أن تعبث في بلاد الحرمين، ولكن هيهات لهم. والله أشوف المشهد هو الانتصار بيجي قريب، بس أنا أشوف التفكك، إيران تدعم الشيعة بشكل غير طبيعي، أنا أدعو وأكلم المملكة العربية السعودية على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كما نأمل فيه أنه قايد لهذا الأمة العربية الإسلامية أن يكون موحد لأهل السنة، وأن يوقف في وجه كل من يريد أن يشق صف السنة، صف السنة المسلمين، الشيعة الآن شقوا صف المسلمين، إيران شقت صف المسلمين وخلقت بيننا شيعة لم يكونوا في عهد رسول الله، وكانوا في سنة رسول الله المسلمين بشكل عام، ولكن ندعوهم إلى أن يقفوا في وجه كل من ذا، وندعو أخواننا اليمنيين إلى الالتحام في صف واحد لمواجهة المد الحوثي الذي يعني يستغل التشققات، الذي والله لا الحوثي لا يهمه صاحب عدن، ولا يهمه صاحب مارب، ولا يهمه صاحب أبيان، ولا يهمه صاحب صعدة، الذي يهمه هو تنفيذ مخططات الخميني في اليمن. أما الشرعية لنا هي رمز، هي رمز لنا، لأن احنا بدون دولة
نعتبر لا شيء، ضعنا. وهذا الذي نريده، أن الدولة هذه أنها تعود لنا، نستعيدها لكي نكون، لأن اليمنيين بلا دولة لا شيء. اليمنيين ضروري يكون لهم دولة تحكمهم، وهذا الدولة موجودة، ندعوها إلى أن تعود إلى اليمن، يكفي جلسة في الخارج أن يعودوا إلى اليمن، وأن يشوفوا أوضاع الجيش. كذلك أدعو التجار لا يدافعوا بأموالهم، أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، لا ينتظروا شيء. نحن نقول لهم ادوا الخمس، احنا ما بنقول لهم ادوا الخمس، الحوثي يأخذها بالغصب منهم في صنعاء، احنا حميناهم بجراحنا، لا يقولوا كذب، وليست منا عليهم، ولكن أبناءكم وأخوانكم في الجبهات برابطين، ليش عيب عليك أن تقوم تدي قافلة من تجارتك؟ من فرط تضحيات هؤلاء الفرسان تحس بأنهم سند ومنعة وضماد للوطن وبلسم لجراحه النازفة. سيشفى اليمن من جرب ميليشيات الحوثي بمثل هؤلاء الأماجد الذين ينسجون بدمائهم الطاهرة أيقونة الجمهورية، ما تلبث حين تودعهم إلا أن تضمد جراحهم وتقبل رؤوسهم المفعمة بأشواق وأوجاع هذه البلاد. فالكلمات تعجز عن اختصار قصة فدائية جرح الجيش الوطني والمقاومة وكل الأحرار الذين حين نقبلهم فإننا لا نقبل جراحهم ولا جبينهم فقط، ولكننا نقبل جراح الوطن. ناداهم الوطن الحبيب فأسرعوا، قالوا فداك الروح حين تنادي، كانوا له ذرعا ليسلم قلبه من أن يصاب بخنجر الأولاد. إن الجراح اليوم أوسمة لهم بالفخر قد كتمت على الأجساد. Yeah.